أنفاس مختنقة وزروع محترقة تسببها سحابة الدخان الصادر عن مكامير إنتاج الفحم. كان هذا المشهد سائدا في معقل صناعة الفحم بقرية أجهور بمحافظة القليوبية المصرية قبل أن تنهيه الصوب الحرارية صديقة البيئة. احنا طبعا دلوقتي حاليا بقينا ندخل الخشب، يترص الخشب في عمال وفي لودر، في هو يوم او يومين على الاكثر بنبدا نرص المكموره، وبعد كده بيبدا العامل بيشتغل بيولع في المكموره من الداخل وبيقفل بيبانه، بعد كده بيبدا يشغل بلور حوالي كل ساعتين نص ساعه بيسحب الغازات اللي في الداخل ويحولها الى سائل. السائل دوت مؤخرا يعني بدأنا، في ناس بدأت تعمل عليه أبحاث على أنها هتستخدمه في الأراضي الزراعية. يعني احنا كنا زمان الأول كنا بنشتغل المكمورة اللي هي العشوائية كانت بتأذي الزراعة، واخد بال حضرتك؟ دلوقتي الانبعاثات أو المنتج اللي بيطلع من الانبعاثات بتاعتنا دي بقت تخش عشان تعالج الأراضي الزراعية. الموضوع اختلف تماما من أذى أو إفساد زراعة لإصلاح زراعة.